السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا البيوم. في فيديو النهاردة بإذن الله أبطال الصف الخامس هنحل مع بعض إن شاء الله اختبار على يونت 1 2 and 3 من منهج طبعا كونكت 5. أول حاجة كده معانا في الاختبار هو سؤال اللسن، وقبل ما نبدأ حل الاختبار بأكد بس عليك ضروري جدا تنساش تدوس لايك للبوست وتعلق بتعليق وتعمل شير كتير للبوست عشان توصلوه لمزيد من الطلبة. أول سؤال زي ما احنا قلنا كده سؤال الاستماع، عشان تضمن تجيب الدرجة بتاعته كلها لازم تقرأ الأربع جمل قبل ما يدخل المدرس يقرأ عليك نص الاستماع. ويلا بينا كده نسمع نص الاستماع عشان تتمرن على السؤال ده. اسمع بقى كويس. It's important to eat healthy food. Fruit and vegetables are healthy. I eat healthy food. It makes my body strong. I don't like unhealthy food like ice cream. It makes my body unhealthy. We should have a balanced diet. كده انت سمعت من النص اللي سمعتها، كده بقى نشوف ايه الاجابات المفروض نختارها. المفروض هنا اول حاجه it's important to eat طبعا healthy food، يعني من الضروري ان احنا ناكل الطعام الهيلثي. Fruit and are healthy، يبقى fruit and vegetables والخضروات. Ice cream is اكيد الايس كريم is unhealthy زي ما سمعنا. Healthy food makes my body، يعني بيخلي الجسم بتاعي يكون ايه strong قوي. اللي بعد كده هو سؤال التشوز، واول نقطه معانا بيقول لي ذا سومبريرو از ا تراديشنال مكسيكان، وده طبعا اللي هي القبعه المكسيكيه، فبقول ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن قبعه زي ما احنا قلنا كده اللي هي هات، قبعه مكسيكيه تقليديه. ذا جلابيه از ا فيري لونج، طبعا الجلابيه هي ايه؟ طويله، طبعا هي عباره عن ثوب، والثوب يعني روب. هي از جود ات سبورتس، هو جيد في الرياضات. He is a famous، بالتالي هو ايه بقى؟ هو رياضي مشهور، والرياضي طبعا يعني اثليت. Lions are kept in، يعني الاسود بتحفظ في ايه؟ At the zoo، في حديقة الحيوانات طبعا بتحفظ في اللي هو القفص، والقفص يعني كيج. Number three هو سؤال الكومبليت، واللي هنا water pollution is very dangerous for us. تلوث الميه دي حاجه خطيره جدا علينا. Polluted A can kill organisms، والorganisms اللي هي الكائنات الحيه، يبقى اكيد يقصد هنا polluted water يعني الميه اللي هي الملوثه، يبقى اول نقطه هنكتب هنا ايه؟ water، يبقى الميه الملوثه can kill organisms بتقتل الكائنات الحيه. Dirty water الميه الملوثه دي can children ill، يبقى عاوز يقول لي بتجعل الاطفال مرضى، ويجعل طبعا يعني ميك. هتقول لي ده ميك يعني يصنع، هقول لك برضه معناها يجعل. We mustn't throw، لا يجب ان نرمي in water، ما نرميش ايه في الزباله، اكيد يقصد سوري ما نرميش ايه في الميه، يبقى اكيد يقصد الرابش اللي هي القمامه، لا يجب ان نرمي القمامه في الميه الرابش. We should help، يجب ان احنا نساعد. Help our water، فاضل لنا كلمه do وكلمه clean، يبقى نساعد في نظافه الايه المياه وتنظيف يعني clean. طيب ده بالنسبه لسؤال الكومبليت، يلا بينا نشوف الفقره بتاعتنا. هنقرا كده الفقره كده واحده واحده، ولازم وانت بتقراها تحاول تقول المعنى لنفسك عشان تبقى طلعت في الاخر كده فاهم هي بتتكلم عن ايه. فبقول لي هنا I am Sammy، انا سامي. My father bought a جلابيه last week، والدي اشترى جلابيه الاسبوع الماضي. It's very popular in Egypt، يعني بيقول لي ان هي معروفه ومشهوره ومحبوبه وشائعه طبعا الاستخدام في مصر. جلابيه is a traditional Egyptian clothing، يعني هي ملابس اللي الجلابيه ملابس مصريه تقليديه. It's cool، هي بتبقى رائعه ليه؟ Because it's made of cotton، طبعا هي مريحة على فكرة، لبسها مريح طبعا عشان بتبقى ايه؟ مصنوعة من القطن اللي هو القطن. It has pockets، فيها جيوب. The pockets are hidden، بتبقى الجيوب ديت ايه؟ مخفية. It has long sleeves to protect our hands، يعني بيقول لك بيبقى فيها اكمام كده، الكم بتاعها بيبقى طويل عشان تحمي ايدينا. There are many colors، فيها الوان كتير طبعا. My dad's favorite color is white، اللون المفضل لوالدي هو اللون الابيض. We wear جلابيز when we celebrate special festivals، بنلبس الجلاليب يعني لما بنحتفل بالاحتفالات والمهرجانات الخاصة. يلا بينا كده نشوف الأسئلة اللي عليها. بقول هنا the text is about، النص هنا بيتكلم عن ايه؟ طبعا بيتكلم عن الجلابيات صح؟ اللي هي جلابيز.
جلابيه has long sleeves to protect our. طبعا الكمام بتاعتها طويلة عشان تحمي ايه؟ اكيد تحمي our hands، ايدينا. What is a جلابيه؟ ايه هي الجلابيه؟ لما ترجع للقطعة عشان نجيب التعريب بتاعها، اهو هو بيقول اللي هو التعريب بتاعها، الجلابيه is a traditional Egyptian clothing. يبقى بالتالي هنا هتبقى ديت اجابة السؤال number 3 clothing. نيجي بعد كده لي number 4. What Sam's dad favorite color؟ اللون المفضل لوالد الواد سامي ده ايه؟ طبعا اللون المفضل هو الايه؟ الوايت. يبقى دي اجابة السؤال number 5. نكتب كلمة وايت وخلاص. هنحل بقى دلوقتي سؤال الترتيب، بيبقى جملتين بس لو احنا عارفين. هنبدأ كده هنا بهداية، وبعدها verb to be اللي هو is. الجملة ديت مشهورة جدا ومعروفة، هداية is a famous. نحط الصفة الأول، a famous ايه؟ Egyptian taekwondo player. ولازم انت بقى مذاكر paragraph كده عن رياضي مفضل بالنسبة لك، وليكن مثلا الدرس بتاع هداية، لأن من أكتر paragraphات اللي بتيجي في امتحانات نص السنة. تايكوندو ايه؟ قلنا بلاير، يبقى هي لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة. طيب تعالى كده هنا بيقول لي في نمبر 2 هنبدأ بالفاعل اللي هو اي، بعدها الفيرب. ولكن خد بالك كده ان اوقات بيجيب لي كلمة رالي. رالي بتيجي يا اما قبل الصفة يا اما قبل الفعل، ومعناها للغاية، ولكن احنا هنا هنحطها قبل الفعل. فهقولها اي رالي لايك اور سكول يونيفورم. اور سكول يونيفورم، يبقى تاخد بالك من موقع كلمة rally اللي هي معناها للغاية دي، بتيجي بقول لك قبل صفة يا اما تيجي قبل الفعل، عشان كده لازم احطها قبل الفيرب اللي هو like. يبقى انا بحب اليونيفورم بتاع المدرسة بتاعي للغاية. التصويب بقى هنا بيقول I went to the market too، بقول لك انا ذهبت الى الماركت السوق to. عندنا حاجة اسمها to اللي هي بتستخدم لإعطاء السبب بمعنى لكي، بيجي بعدها infinitive مصدر، وبالتالي هرجع الفعل ده المصدر اللي هو buy. يبقى ذهبت للماركت لكي اشتري، to buy some milk. good at و bad at و great at بيجي بعدهم ال ing، وبالتالي هحط هنا الverb ده ing. يبقى I am good at drawing pictures، انا جيد في ايه؟ طبعا في رسم الايه؟ الصور. سؤال الترقيم هنا هنبدأ طبعا بال i capital، وهي هنا اصلا كده capital، ولكن هي بتتعمل بطريقتين، يا اما زي ما انت شايف كده يا اما كده، ولكن احنا هنا هنعملها بالطريقه ديت. ولكن احنا كده برضو لسه ما غيرناش حاجه. اول حاجه نغيرها هو علامه الاختصار اللي هي الابيستروفي ديت اللي بتبقى ما بين الاي والام كده. يبقى ده اول حاجه عملناها، وهتكمل للاخر خالص لان انت بتغير حاجتين، وهنحط في الاخر الفول ستوب النقطه، عشان دي طبعا جمله مش سؤال، وهتنقل كل الكلام زي ما هو. تمام، يعني مش هسيبها كده، احنا هننقل الكلام كله زي ما هو عايز، هننقل الجمله كلها. نيجي بقى بعد كده للباراجراف اللي بيقول اكتب عن a trip to الفيوم، رحله الى الفيوم. فتيجي كده للتنظيم، بتيجي في اول سطر كده تسيب مسافه صغيره خالص كده، وتبدا بعدها زي ما انا عملت كده. وهبدا مثلا ب last friday. هتقول لي هي مش last friday دي، ممكن احطها في اخر الجمله؟ اقول لك اه، ممكن تحطها في اول الجمله زي ما انا عاملها كده، وممكن تحطها في اخر الجمله. تعالى بس كده الاول نصغر الخط وبعد كده نكمل. يبقى تاني last Friday الجمعة اللي فاتت، ايه اللي حصل بقى؟ هقول لك يبقى I went on a trip. يعني ايه I went on a trip ديت؟ معناها ان انا ذهبت في رحلة. I went on a trip to الفيوم، الى الفيوم. وبعد كده لما تيجي تحكي لي عن رحلة انت عملتها، قول لي رحت مع مين، ورحت بايه، وعملت ايه. تمام، فهتقول لي I went there. الجمل دي تذاكرها لان هتستخدمها في الباراجرافات اللي بتبقى رحله او اجازه مثلا او حاجه. I went there with my family. With my family. طبعا انت ممكن تستعين بالكلمات اللي فوق ديت اللي هي كلمات ايه؟ مساعده. فمثلا جاب لي هنا pack my suitcase، ممكن نضيفها، ولكن خلينا بس نقول وسيله المواصلات الاول. هقول لك هنا we went، احنا رحنا بايه بقى؟ احنا هنا كلنا بقى we went there برضو، ذهبنا هناك by car، رحنا هناك بالعربية. بعد كده هتقول I packed. خد بالك ان انا عمال بحكي في الماضي ليه؟ لان في البداية انا بادئ بكلمة last Friday الجمعة اللي فاتت. I packed
My suitcase. عبأت حقيبة السفر بتاعتي. طيب بعدها هقول لك ايه؟ I played. انا لعبت. I played with. تقول بقى لعبت مع مين؟ مع اي حد. ولكن هنا عشان كاتب كلمة cousins فنقول مثلا cousins. I played with my cousins. خلينا نحط my عشان نسيناها. I played with my cousins ونحط الفول ستوب. بعد كده ممكن مثلا اقول ايه؟ الفيوم مثلا او it is. A nice city. It is a nice city أو it is a beautiful city. إنها إيه؟ مدينة جميلة أو رائعة. عاوز تزود مثلا تقول مثلا وليكن إيه؟ We saw a lot of interesting. شفنا كثير من الأماكن الممتعة. Interesting places. واختم بقى كده وانهي كده اقول ايه؟ It was a fantastic trip. كانت رحلة ايه بقى؟ رائعة. It was a fantastic trip. بس ده بالنسبة للاختبار بتاعنا، وده باراجراف مهم جدا تذاكره. وبكده بكون وصلت معاك لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى منك التفاعل مع البوست بلايك وتعليق، وتعمل شير كتير للبوست عشان توصله لمزيد من الطلبة. وتابعونا كده على صفحة الفيسبوك بحيث ان انت يوصلك الحاجات اللي بننزلها باستمرار على البيج، وهتستفيد كتير جدا من متابعتنا. واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.